أتوقع حضرتك مين اللي هيفوز بمركز نصر؟ أتوقع بحكم تاريخ النقاب الطويل اللي هو أكبر من أي مرشح موجود النهاردة، سواء في النقاب منصب النقيب أو في مجلس النقابة اللي هو الأستاذ يحيى قلاش. أنا أعتقد أنه تعبير عن تيار الاستقلال النقابي، هذا التيار الذي حمى باستمرار نقابة الصحفيين من أن تكون خاضعة للدولة المصرية وأن تكون خاضعة للحكومة المصرية، وجعلها في كل الأوقات رغم العدد الهائل من مؤسسات الصحافة القومية، جعلها باستمرار نقابة الرأي والمحفل الذي تلجأ إليه القوى الوطنية والقوى السياسية لكي تعبر عن نفسها في قاعاته وأرجائه وأمام سلالمه الشهيرة. وبالتالي تيار الاستقلال النقابي هذا العام اختار، أو هذه الدورة اختار الأستاذ يحيى قلاش ممثلا له لكي يحافظ على استقلال النقابة. أعتقد أنه لابد أن تتفق معي يا زميلي العزيز أنه ليس من المقبول أن يأتي بعد ثورة 25 يناير تيار سياسي معين ويحتكر هذه النقابة التي كانت باستمرار نقابة قومية تضم كل التيارات السياسية وكل التيارات الثقافية في مصر. أن يأتي تيار سياسي ويقول أنني سأحصل على منصب النقيب وستة أعضاء من مجلس النقابة، أنا أعتقد أنه هذا لا يعتد كثيرا برأي الجمعية العمومية ولا يقدر كثيرا ولا يحترم كثيرا رأي الصحفيين، وأنا أعتقد أنهم سيردون عليه باختيار الممثلين الذين يعبرون عنه ويعبرون عن تيار الاستقلال النقابي. وأنا أعتقد أن المعايير الأساسية هو كيف تحافظ على قومية النقابة، أي أن تكون متنوعة تضم رجالا ونساء، مسلمين وأقباط، صحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية والتجارب الصحفية، وهذا هو ما تعبر عنه. العامل الرئيسي في الاختيار للصحفي لاختيار نقيب الصحفيين، العامل الرئيسي أن يكون هذا النقيب صاحب رؤية شاملة مبنية على خبرة نقابية رفيعة، وأنا أعتقد أن الرؤية التي قدمها الأستاذ يحيى قلاش في برنامجه وخبرة النقابية الهائلة التي لديه، هو شخص دائما موجود في النقابة ليساعد زملائه، وهو موجود حتى لو لم يكن عضوا في مجلس النقابة ليساعده. آلاف الصحفيين مروا على يحيى وساعدهم في قضاء أمورهم المهنية، وأنا أعتقد أن هذا دليل على أنه هو المستحق حقيقة لأن يكون استمرارا للنقباء العظماء المستقلين مثل الأستاذ كامل الزهيري والأستاذ أحمد بهاء الدين والأستاذ جلال عارف. دور المؤسسات والتيارات في اختيار النقيب هيبقى ايه؟ أنا بعتقد أنه هذه ليست معركة بين تيارات، هذه معركة تدافع فيها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصرية عن استقلالها عن كل التيارات السياسية، تقبل بالتنوع السياسي بتواجد التيارات السياسية، لكن لا تسمح لتيار سياسي إسلامي أو غير إسلامي بأن يحتكرها أو أن يفرض عليها أنه سيحصل على نصف أعضاء المجلس بالإضافة إلى منصب النقيب. شكرا لك.